السلام عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا ان شاء الله فيديو جديد. اليوم باذن الله غادي نقدموا يعني لي بروشيت ديال الدجاج ولا القطبان ديال الدجاج يعني بهذا الشكل. خليكم معايا تشوفوا المقادير. بسم الله، اليوم ان شاء الله غنديروا شويه القزبر وشويه المعدنوس، هما الاولين. ما بعد ما غسلناهم داكشي ونقطعوهم وغادي نشدو يعني نص بصله. انا شديت بصله غنقسمها على جوج، غنشد نص غادي نشلضو هكانيه كيف ما شفتوا معايا. غادي نزيدو على الخليط ديالي وغادي نشد نص بصله غادي نقسمها على أربعة. علاش غادي نقسمها أربعة؟ هنا البنات هي فاش غادي نزين بها دوك القطبان ونحاول ان ملي كتقسمي على أربعة كيجيوك حقيقه المرصوات كيكونوا متوازيين مع بعضياتهم، يعني حتى في القطبان كيجيو مقادين كيف ما كتشوفوا معايا، يعني بحال هذا الشكل. طريقه سهله. هنايا دوك يعني داك الخليط اللي وجد ديال القزبر والمعدنوس وشويه البصله، هندزت عليه شويه ديال الثومه تقريبا شي ثلاثه الحبات، شويه ديال الملحه، غنزيد عليهم شويه ديال الابزار، وغنزيد عليهم شويه ديال الخرقوم ولا الكركم، وشويه ديال السكنجبير، او تاني شويه ديال زيت العود، وشويه ديال الحامض. انا هذه راه قريعه كنشريها كيكون فيها يعني الحامض معصور، تقدروا انكم تشدوا غير حامضه وتعصروها كيف ما عارفين، كيحيد شويه ديال الزفوريه. غنزيد عليهم واحد تقريبا معلقه كبيره ديال اليوغورت الطبيعي اللي كيكون يعني ما فيه السكر، كيعطينا المذاق ديال الدجاج ديالنا، كيعطي المذاق بحال ديال الشاورما. الا ما عندكمش البنات تقدروا تستغناو على اليوغورت، وليني ديروا نزيدوا شويه التحميره على دوك المقادير اللي عندكم، وتزيدوا تقريبا يعني معلقه ديال الخردل لا موطارد، حتى هو راه كيعطي واحد البنه. هنا البنات درت غير معلقه غير صغيره ديال الخردل، راه هي كافيه يعني بالنسبه للدجاج انا اللي عندي، يعني هاد العناصر راه هي كافيه، يعني تقريبا تكون عندي شي كيلو هكاك ديال الصدر ديال الدجاج. المهم خليت دوك يعني دوك العناصر خليتهم مع بعضياتهم باش يتجانسوا مع بعضياتهم ويطلقوا مع بعضياتهم. من بعد البنات ما غسلت الدجاج، الصدر ديال الدجاج غسلته بالملحه وشويه ديال الحامض، وكنرش عليه شويه ديال السكنجبير، وكنخليهم يترقدوا شويه على ما يطلق داك كيبان لكم داك الماء اللون ديالو كيتبدل، وحتى الصدر ديال الدجاج اللون ديالو كتبدل. خليكم معايا تتمه الفيديو، يعني تشوفوا معايا ان شاء الله من بعد كيفاش الطريقه يعني كيفاش غنتبلهم ونديرهم في القطبان. Thank you.
لينا يعني الدجاج يشرب ديك العطريه ديالو. من الاحسن انكم تخليه تقريبا جوج سوايع، هذه يعني اقل حاجه. الا ما غتخليوش يعني جوج سوايع، بالنسبه لي انا خليته تقريبا شي ساعه على العروب وجا بنين وجا زوين. هو من الاحسن انكم ديروه يعني بحال مثلا غتوجدوه الغد لي ديروه بالليل وتخليه يبات ليله كامله بديك العطريه ديالو ويشرب مزيان ويدخلوا ديك يعني يدخلوا ديك المقادير اللي درنا فيه يدخلوا كامله. كيف ما تشوفي معايا هنا يعني كل واحد وعلى حساب داكشي اللي عندك راه هو اللي غتقضي بيه. بحالي انا باش غادي نزوق داك لي بغوشات ديالي خديت هنا فلفله، كانت عندي غير حمراء، درت فلفله حمراء يعني من ماشي بالضروره انني ندير شي حاجه يعني نغلي عليا ولا شي حاجه. المهم داكشي اللي عندكم في الدار غتقضيو بيه وغادي يجي الشكل ديالو مزيان. حتى لما كانوش هاد الخضار راه غير هذاك الدجاج هكانيا راه فهو كافي والله يجعل البركه. هنا كان عندي يعني مطيشه ديك الصغيوره طوماط سوريز وهي اللي غنزوق بها والبصله والفلفله، هادو ثلاثه العناصر اللي كانوا عندي هو اللي زوقت بهم. صافي هادو هما لي بغوشات ديالي البنات. من بعد ما قديتهم غادي نشويهم هنايا، درتهم في يعني الشوايه ديال الضو. الا ما عندكم شويه ديال الضو بطبيعه الحال غديروا الفاخر، والفاخر ما كاينش محسن منه البنات كيف ما كنعرفوا كاملين، يعني عنده واحد البنه خاصه. المهم انا يعني ما كانش عندي الامكانيه انني ندير الفاخر، درت هنا يعني شويه في الدار وكتعطي نفس تقريبا نفس البنه. المهم ماشي بحال بحال مي تقريبا. هنا كنغطي البنات بالبابي الومنيوم، علاش؟ باش يطلق ليا ديك الماء ديالو وهذاك لاصو ديالو اللي كطلق كيبقى كيطيب فيها باش ما كيجيش ناشف وكيجي الدجاج رطب، يعني يقدروا ياكلوا الوليدات ولا عندنا الناس كبار حتى هما انهم يقدروا ياكلوا داك الدجاج يعني ما يجيهمش قاصح. يعني غنشدهم فيما كنبغي نقلبهم ونعاون ندير عليهم ديك البابي الومنيوم نخليه حتى يعني قرب صافي من حسوبهم انهم طابوا، غنحيدوا داك البابي الومنيوم ونخليهم يشربوا داك لاصوص ديالهم ويجيونا ناشفين ويجيو محمرين. من هنا البنات غنقول لكم تهلاو ليا بزاف فريوسكم، وكنتمنى انكم تشجعوني وتدعموني ويعني تحاولوا اننا يعني نشجعوا بعضياتنا. وكنقول مرحبا اي مشترك جا عندي جديد كنقول ليه مرحبا بيك، ونتمنى ان القناه ديالي يعني تعجبكم، وغنقول لكم من هنا بالصحه والراحه.